مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله فيديو حلو جدا ومميز، افكار وحيل للمساحات الضيقه وللتنظيم وللترتيب بشكل رائع جدا للبيت، عصري وشكل شيك. مش مهم يكون عندي مساحات كبيره في البيت، ولا مهم يكون عندي ادوات غاليه، بس مهم التنظيم. فدي الافكار ان شاء الله تعجبه جدا. وقبل ما نبدا الفيديو، ريت ننزل تحت نحط لايك، واللي ما اشتركش معانا في القناه اشترك، ويا ريت رايكم في الكومنتات عشان استمر في النوعية دي من الفيديوهات بإذن الله. سيبكو تستمتعوا بالفيديو، وأريد أسمع رأيكم في نهاية الفيديو. Thank you.
Sarah.